الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الجمع والدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مقامنا هذا مقاما محمودا ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا أو محروما. ونشكر لأهل هذا المسجد على حسن استضافتهم لنا بهذه الكلمة ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل موازين حسنات الجميع. ونذكر أنفسنا وإياهم بكتاب الله تبارك وتعالى وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآيات يبين الله عز وجل الغاية من خلق الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى من أجلها الجن والإنس هي العبادة. والعبادة المقصود بها التوحيد، أي إلا ليوحدون، ده معنى الآية كما جاء في التفسير. لأن أخوان القرآن ده يفسر ويفهم بتفسير أهل العلم وكلام أهل العلم العلماء الربانيين الموثوقين المعروفين بالديانة والمنهج الصحيح. ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا ليعبدون، معناه إلا ليوحدون، يعني ربنا خلقنا في الدنيا دي عشان التوحيد، ما خلقنا لغاية غير هذه الغاية. والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به نفسه من أفعال الربوبية، وإفراد الله عز وجل بأفعال العباد من العبادات، وإفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الحسنى بأنواع التوحيد الثلاث، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، تفرد ربنا عز وجل أولا بأفعاله. ربنا عز وجل عنده أفعال اختص بها نفسه وهي أفعال الربوبية، منها الخلق والرزق والإيمان والإحياء والتصريف في الكون وغيرها مما اختص الله عز وجل به نفسه تبارك وتعالى. وده يا أخوان اسمه توحيد الربوبية. وهذا الأمر المشركين الأوائل البعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى رسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعث في أهل جزيرة العرب، وكان فيهم مشركين ما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وما خرجوا في دين التوحيد، لكن كانوا مضطرين للأمر ذا لموضوع الربوبية. وربنا ذكر كلامه في القرآن، من القرآن بنجد آيات كثيرة جدا تتكلم عن هذا الأمر، وما كان عنده إشكال في أنه عارفين ربنا خالقهم وربنا رازقهم وربنا سبحانه وتعالى يصرف في شؤونهم وربنا بيرزقهم وربنا بيميتهم ومصرف في الكون، ده كله ما عندهم فيهم أي شك، ما عندهم فيهم شك. ربنا قال: قلت رزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ده سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. قل، يعني قل له الكلام ده كله، قل من يرزقكم من السماء والأرض. المشركين ده كان فيهم أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معاذ وأمية بن خلف وغيرهم من المشركين. أسألهم الأسئلة دي، ربنا قال: فسيقولون الله، يعني عارفين الكلام ده تماما، انه الله خالقهم ورازقهم وربنا سبحانه مستغرق في شؤونهم، وده ما عندهم اي شك في الموضوع. طيب، كان مشكلتهم وين؟ مشكلتهم في النوع الثاني من التوحيد، انواع التوحيد
اللي هو توحيد العباد. وده فيه الخلاف بين الرسل جميعا، بين الرسل وأقوامهم، كان خلاف في موضوع توحيد العباد. إنه قالوا ليه يكون معبود واحد، فكذا ربنا قال في سورة الصاد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة في الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني حاجة جاء زودة من بنيات أفكاره وحاجة شكلة خلاف كان مع الرسل جميع الأقوام. ربنا رسل فيهم رسل، كان خلاف في موضوع توحيد العبادة. ولذلك ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتبعوا الطاغوت. ربنا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب باختصار إفراد الله عز وجل بالعبادة، يعني أي عبادة أنت بتتعبد بها يا ربنا سبحانه وتعالى لا بد تكون خالصة لله عز وجل، ما تشرك مع الله عز وجل فيها أحد أبدا أيا كان. والعبادة كثيرة جدا، منها الصلاة عبادة، الدعاء عبادة، الذبح في الظهيرة هنا بنذبح عبادة لله تبارك وتعالى. ربنا يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لو سوي صرف عبادة هذه أيا كانت لغير الله عز وجل قلنا أشرك مع الله سبحانه وتعالى. يعني لو سوي دعا غير الله عز وجل ده مشرك. ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله شنو أحدا، ما تدعو مع الله أي أحد، من بيك رسول أو ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح. وزي ده حاصل كثير جدا في بلدنا زي ما بيعملوا الصوفية بيدعو مع الله سبحانه وتعالى المشاهد بتاعتهم، ويدعو مع الله عز وجل داخل جوه المسؤولية بتاعتهم وعباد القبور والأضرحة يدعو مع الله سبحانه وتعالى وسموه توسل وسموه غير، لكن لا قلنا شرك بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه صار مع الله عز وجل إله، لقى مع الله سبحانه وتعالى نديد. الله يقول ما تدعو مع أحد وأنت دعيت معه، تقول يا أهل الدائرة يا الصالحين يا شيخنا المكاشف يا رجال كتباس يا ماهر الغيب، ده كله دعاء غير الله عز وجل. وقت قال دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك. الله لا كده في القرآن ربنا قال والذين يدعون من دونه ما يملكون من تضمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ويسمعوا استجابوا لهم، قالوا يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله سماه شرك يوم القيامة بعدين بيكفر بشرك أخونا. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. أضل مخلوق ذا البناد غير الله عز وجل، أضل مخلوق. ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وما يستجيب له مهما دعيت لحد يوم القيامة ما يستجيب له. ذلك من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا هم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين. وده أخواننا سبب محد البركة وسبب المشاكل وسبب الحروب اللي كثيرة في اليد. بلدنا كلها منور عالي من فوق للجحيم، أي بلد بلدنا كلها خدم ومصالح وابتلاءات وغلاء الأسعار وضياع الاتصال ونهب وقتل وغيره. السبب الرئيسي الشركة أو الجماعة دي الصوفية وعباد القبور والأضرحة وغيره، ده السبب الرئيسي. يا سبب كان إذا كده أكبر سبب وده أعظم سبب بيفعل البركات. ربنا قال في القرآن وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله بعد الجزائر فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ربنا قال قد كان لسبب في مسكنهم هاي ذلك المسبب الله تنعم عليهم بنعم كثيره جدا. قال جنتان عن يمين الله تام جنان جنتين عن يمين وشمال فكفر فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العمل وبدلناهم بجنتين جنتين
لو اتيكم لي بخمط واكل وشيء من شيء قليل ذلك لزينهم بما يكون بما كفر وحل يأتي إليك أبوك وربنا سبحانه يرفع عنا البلد ويلزي علينا الأمن والأمان. قال الذين آمنوا يعني حققوا الإيمان يعني وحل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن بالتوحيد والهداية بالتوحيد والخير بالتوحيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ربنا قد وعد الله من الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بس نحكي السبب ده وما تهجم علينا بالفعل وبالذهاب الفتن وذهاب الحروب وجلاء الحروب نحدد التوحيد لله سبحانه وتعالى توحيد خاطئ ليس النوع الثاني قال توحيد الاسماء والصفات تفيد ربنا عز وجل باسماء وبالصفات العلى ربنا يقول لله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذكر الذين يلحدون باسماء سيجزون ما كانوا يعملون. تثبت الاسماء لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه كما سمى الله عز وجل نفسه وكما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ابتدي بهذه الكلمات وابتدي ان شاء الله التشريع القادم ان شاء الله بالكلمه.